انتظر الجزائريون 29 سنة للتتويج القاري الثاني. ما هو شعورك بعد صافرة الحكم في المباراة النهائية من السنغال؟ لا هو كان عندنا إحساس تاع فخر باللي شرفنا. أول شيء شرفنا العائلة نتاعنا، شرفنا الشعب الجزائري، شرفنا الوطن. هل المنتخب الجزائري قادر مرة أخرى للظفر بالكأس القارية بالكاميرون؟ راح تكون مهمة، راح تكون صعبة، المباراة راح تكون صعبة. دركا لازم نحضروا ساعة، نحضروا مليح الكأس إفريقيا، ولازم نلعبوها مباراة بعد الأخرى ونشوفوا إن شاء الله نروحوا لأبعد حد إن شاء الله. ما هي المنتخبات التي ترشحها للفوز باللقب القاري؟ السنغال، المغرب. السنغال المغرب. معه جاءت الصرامة والانضباط. كلمة في حق جمال بالماضي المدرب الجزائري. قدوم المدرب بالماضي أعطى إضافة معنوية، إضافة في الانضباط، في حب الوطن، في كل شيء. دونك نجاح المنتخب هو الفضل يرجع للمدرب على المجهودات اللي قام بها وبعدها اللاعبين. سؤال لا أطرحه أنا لوحدي، لكن كل الجزائريين وكل عشاق الكرة وبالسعودية، بالدوري السعودي كذلك، لماذا رئيس ملحي لا يضحك؟ لا هو يضحك يتكلم معهم كامل، يضحك معهم كامل. غير الناس وانت تضحك، لماذا تضحك؟ غير الناس. لا باسكو كاين ناس بزاف يقولوا لي علاش ما يضحكش، علاش ما يهدرش. هو هكاك، هو شخصيته هكا. مي لو كان تكون تعرفه مليح وعايش معاه ودير تدرب معاه، ولا تعرف باللي شخص روعة ويضحك معهم كلهم ويتكلم معهم كلهم. من في اللاعبين المنتخب من الأكثر مزاح وأكثر يعني وهانا؟ بغداد ويوسف وجمال بالعمري. من بعد كي تلاقوا كلهم مع بعضهم ما تفرش. من هو لاعبك المفضل كظهير أيسر في كل الأوقات؟ مارسيلو. وكلاعب عربي؟ في الجزائريين بلومي، رابح ماجر. مي ما تفرجتهمش، ما كنتش حاضر للفترة هذه. درجة أنا نقول لك بلايلي. هل ليفاندوسكي كان يستحق الكرة الذهبية؟ وهل ميسي فاز بها بجدارة هذه المرة؟ كلنا نعرف باللي ميسي جاي من عالم آخر. مي الفترة هذه نظن باللي ليفاندوسكي يستحقها أكثر. ما هو الفريق الذي تشجعه أوروبيا وعربيا؟ السؤال هذا كلهم على بالهم بها. فان تاع مانشستر يونايتد وشباب قسنطينة. ماذا تعرف عن الدوري السعودي؟ نعرف باللي اللاعبين تاعنا يلعبون تما، نعرف النوادي نتاعهم عشان مرات نتفرج على المباريات نتاعهم، نعرف باللي دوري مليح. هل تفكر يوما اللعب بالخليج؟ والله ما تقدرش تعرف، هذه كرة قدم ما تعرفش وش يقدر يصير في المستقبل. دونك علاش لا ان شاء الله. اذا لم تكن لاعب كرة قدم ماذا كنت تحلم ان تكون؟ لاعب كرة قدم. شكرا رامي بسبعيني على استضافتك لنا هنا بهذا الملعب الجميل، ونشكرك مجددا من صدى الملاعب. ديجا نشكر صدى الملاعب على القدوم وعلى الحضور لهنا في مونشنغلادباخ، ونقول لهم نشكركم على السند اللي راكم عطيني وعلى المحبة هذه اللي راكم عطيني تاني. وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وهذا ما كان.